أنا لبنى شميس، أخصائية تغذية علاجية. تخرجت من جامعة العلوم والتكنولوجيا بال 2015. بلشت مسيرتي المهنية بالشغل بقطاع الـ NGOs، وبعد 3 سنين رجعت توجهت للعيادات الخاصة. اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين بحلقه جديده من برنامجكم خطوات اردنيه. رحبوا معي بضيفي لهذه الحلقه الدكتوره لبنى شنيس. بدايه نسعد مساكي. مساكي يا رب، اهلا وسهلا. في البدايه وحضرتك اخصائيه تغذيه، تعرفيني وتعرفي الساده المشاهدين بنبذه بسيطه عن حالك. نعم، انا لبنى شنيس، اخصائيه تغذيه علاجيه. تخرجت من جامعه العلوم والتكنولوجيا بال 2015. بلشت مسيرتي المهنية بالشغل بقطاع الـ NGOs، وبعد 3 سنين رجعت توجهت للعيادات الخاصة. كنت أشتغل بعيادة، وبال 2021 افتتحنا مركزنا الخاص. نعم، عرفينا أكثر عن العيادة من حيث الخدمات المقدمة فيها. طبعا، هلا هو دائما معروف بشكل عام انه اخصائيه التغذيه مختصه بالتنحيف والتنصيح، لكن اكيد شغلنا كثير اعمق من هيك، وكثير في حالات بتستفيد من الخدمات اللي نحن بنقدمها. غير التنحيف والتنصيح اللي هو اكيد جزء كمان كثير مهم من شغلنا، لانه هلا السمنه صارت مرض نعتبرها، بدنا نسيطر عليه قبل ما نوصل لامراض ثانيه. احنا كمان بنعمل برامج لعلاج السكري النوع الاول والنوع الثاني، واللي بياخذوا انسولين كمان، الضغط، أمراض القلب، الكلى، وكتير كمان بنعمل، أنا شخصين كتير بنشتغل مع الأطفال. تحكي لنا أكثر برأيك شو بميزك عن غيرك بهذا المجال؟ هلا أكيد أول إشي دائما بداية التوفيق من ربنا، فأكيد اللي له رزق بياخدها. الإشي الثاني اللي ممكن نحن شوي بنتميز فيه إنه الأجواء عندنا شوي عائلية. العيادة فاتحتها أنا وأختي، هي دكتورة أسنان، فكتير بتجينا كومنتس من الناس إنه الأجواء كتير عائلية ولطيفة بس يفوتوا علينا. بنقدم كمان خدمة لطيفة نوعا ما، اللي هي إنه أي مراجع جاي مع ابنه عندنا هيك غرفة صغيرة بلاي أريا للأطفال، فالأولاد بعده بيستنوا فيها بيلعبوا برسموا شوي بين ما الأهالي، فالأهالي كمان نوعا ما بياخذوا راحتهم بالجلسة. أكيد كمان واحد من الأشياء اللي كتير بتهمنا إنه نحن نضل نتابع مع الكلينت بشكل دائم انه كيف اموره، كيف حاس حاله، كيف التغييرات، واكيد بنتجاوب مع اسئلتهم باول باول. لكن شو نظرتك للمستقبل؟ انت شو حابه تعملي لقدام؟ هلا نحن اوريدي بلشنا التجهيز، السؤال كثير حلو، لانه نحن اوريدي بلشنا التجهيز كمركز، افتتحنا قاعه تدريب. هذه القاعه بالمستقبل ان شاء الله القريب جدا رح نبلش نعمل كورسات باشياء بتخص النيوتريشن، ممكن نتطرق لمواضيع عامه ممكن الامهات او الاهالي بحبوا يحضروها ونتعمق فيها اكثر، بس الشيء الاساسي رح يكون في ان شاء الله كورسز للاخصائيين التغذيه بمواضيع مختلفه، ورح نعمل تدريب لطلاب الجامعات او الفريش جراجويت اللي بحبوا هم يقووا حالهم ويشوفوا كيف الشغل فعليا بسوق العمل بعيدا عن الإشي العلمي البحت. نعم، التغذية الصحية تعتبر من أهم أسباب الصحة السليمة، فحضرتك أخصائية التغذية شو بتحب توجهي نصيحة للمشاهدين للحفاظ على نظام صحتهم ونظام التغذية الخاص فيهم؟ واحدة من أهم الأشياء اللي كتير مهم نعرفها إنه الجسم بحب الروتين وبحب الثبات، فكتير مهم إنه نحن نعمل سكيدجول. كيف إحنا مثلاً متعودين ننام الساعة 10 بالليل للساعة 6، إذا بيوم تأخرنا تاني يوم نصحى مكسرين ومش قادرين، الجسم بيحتاج ثبات كمان باتباع أي نظام غذائي صحي. فالأفضل دائماً لما أدور على نظام غذائي صحي أكون حاطة بعين الاعتبار إنه هذا النظام بدي أستخدمه لمدة طويلة، يعني نحن بنسميه لايف ستايل. ما بزبط أستخدم أنظمة بتصلح لليوم بس ما بتصلح لبكرة، لازم دائما يكون عندي فكرة إنه أنا بدي أستعمله بشكل دائم، يكون هو نظام حياتي. وبرضه من ناحية الروتين كتير مهم إنه أنا أعمل جدول ثابت بمواعيد أكلي، فطور غدا عشاء، مرتين أو 3 مرات سناكات بين الوجبات الرئيسية، وأكيد طبعا ما ننسى مشتقات الحليب واللبن إنها تكون موجودة دائما بأكلنا. حتى لو بلشنا بخطوات بسيطة بس إنه أنظم الوقت رح أفرق على حالي كتير. نعم، بس بالأصل شيء أهم المشاكل والمعوقات والتحديات اللي واجهتك بهذا المجال؟ من صعيد المراجعين خلينا نحكي، دائما في أشخاص
عندهم صعوبة في الالتزام، لأنه نحن ماخدين فكرة غلط عن الدايت، يعني زي البعبع عامل لنا إنه بدي أنحف وكذا، فدائما بيكون في هذا النوع من الخوف، خلينا نحكي، من اتباع نظام غذائي. فدائما أكتر معوق مع الكلينت هم عدم رغبتهم بالاستمرار، وكتير بيجوا مستعجلين. يعني هاي نقطة قاتلة بالنسبة لأي أخصائي تغذية، إنه بدي أنحف 5 كيلو بشهر، بدي أنحف 10 كيلو بشهر. وفعليا هاي الأرقام بدها مصباح على الدين السحر، يعني الإشي كتير صعب. فمرات منلاقي صعوبة بإنه نوصل فكرة للمراجع إنه أنت بدك تروق على حالك، وزي ما قعدت السنين عم تنصح، ما بدي أحكي بدنا سنين لننحف برضو كمان، لأنه معتمد على الوزن اللي عم نوصله. يعني لما يوصلني مراجع بوزن 150 بفرق عن 120 بفرق عن 80، بس زي ما قعدنا سنين عم ننصح بدنا وقت للجسم يتعود على نظام جديد ويرجع ينزل. فالاستعجال هو بالنسبة إلي قاتل، يعني لما بيجي مراجع مستعجل كتير، هون أنا بحس حالي استرست، إنه بدي أعطيه نتيجة بس بنفس الوقت ما بدي أستخدم نظام غلط معاه، وبنفس الوقت ما بدي يمل. فبتكون المعادلة كتير صعب إني أقدر أوازن بين كل هذه المدخلات. صعوبات بسوق العمل أكيد إنه في خريجين كتير، في أخصائيين تغذية بالسوق كتير، فأنت لازم تضلك updated، لازم دائما تقرأ، لازم دائما تدور، لازم تكون طريقتك مع المراجعين يونيك، لأنه إحنا شغلنا صح معتمد بجزء كبير على السوشيال ميديا، بس برضو معتمد على كيف أنت مع المراجع. فأنت بدك تجذب المراجع لعندك، لأنه هو وسيلة الدعاية لإلك. أنت اليوم لما بتنحف بتروح على شغلك بس يقولك ايه نحفان، كيف نحفان، بتصير تعمل ريكومنديشن على هاي الدايتيشن. فعشان تعمل ريكومنديشن بيكون الشخص عندك في قمة الرياحة تبعته، فكمان بدك تكون كتير ابديتد وكتير هيك قريب من المراجعين اللي عندك عشان يصير عندك ريكومنديشن وتكمل بسوق العمل. نعم، ننتقل إلى الجانب الوطني. لو قدر لك والتقيتي بصاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني، ما نستحي الدقيلة؟ أكيد أول إشي بحب كتير أتشرف إني أتعرف عليه ونقعد نحكي مع بعض، وأكيد بتشرف إنه يجي يوم يكون بزيارة عنا بالمركز، وأكيد بحب إني أشوف كيف نظامه الغذائي الصحي ونحكي أكتر في التغذية الصحية إله وللعيلة المالكة أكيد. بس أكيد أنت في حد ترك بصمة بحياتك وشجعك وأعطاك الدافع لتوصلي لهي المرحلة، فلين بتحبي توجهي رسالة شكر ببرنامجنا؟ أكيد الشكر الأعظم أكيد لماما وبابا، نحن اليوم يعني لولاهم ما كنا وصلنا لهون اليوم أكيد. خواتي وأخوي كان دائما في دعم متواصل في هاي المسيرة، وجوزي كتير دعمني وكتير كان متواجد معي بمرحلة فتح العيادة وما بعدها، فكمان هم كتير أشخاص كان لهم أثر كبير لأني أوصل لهون. وأكيد بشكر كل حدا ساهم بلبنى كيف وصلت اليوم، لأنه كل شخص التقيت فيه بحياتي العملية أو حتى العلمية أكيد كان له أثر كتير كبير بإني أنا أوصل لهون اليوم. أشخاص التقيت فيهم بالجامعة، الدكاترة، الأشخاص التقيت فيهم خلال فترة الشغل، برضو كل حدا كان له تأثير بكيف لبنى اليوم، في حدا كل حدا كان له بصمته. بس كيف يمكن أسأل المشاهدين التواصل مع حضرتك؟ تحكي لنا موقع العيادة بالتفصيل وطرق التواصل. تمام، احنا متواجدين بشارع مكة بناية هاشم الداود 244 الطابق الثالث، وانت نازلة من شارع مكة باتجاه دوار الشعب بتلاقينا ثالث بناية على ايدك اليمين، نفس مبنى سوزوكي بالضبط. طرق التواصل احنا متواجدين على السوشيال ميديا، على الفيسبوك، على الانستغرام، على التيك توك، واكيد موجودة ايميلات وارقامنا للتواصل. أول نهاية هذا اللقاء نود أن نشكر الأخصائية لبنى على حسن استضافتها لنا، على أمل أن نلقاكم بحلقة جديدة. شكرا إليك، نورت شاشتنا. شكرا.